خلونا في بدايه اليوم نروح لدينا ونتعرف منها على اخر اخبار المرور والطقس في القاهره والمحافظات. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير يا شادلي. صباح الخير يا جمانة. صباح السعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان، وكل سنه وانتم طيبين. وانتم طيبه وبخير دايما. الجو عامل ايه النهارده؟ طيب. لا الجو الحمد لله في تحسن، يعني احنا خلاص يمكن بدانا الاجواء الصيفيه شويه، بس طبعا بتبقى الجو بالليل بيكون برد، فيعني في تفاوت في درجات الحراره ما بين النهار والمساء، فنخلي بالنا بقى اكيد يعني. قول لنا بقى التفاصيل. اكيد بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي هبدا معاكم جوله في احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدا معاكم جولتنا من القاهره، وتحديدا من الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركه بدايه من المظلات وحتى منطقه وسط البلد. بتستمر الكثافات المتقطعه لو مشينا في الطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده. ظهرت كمان سيوله مريه بطريق صلاح سالم وطريق الفسطاط وصولا الى القلعه. أنا نفق الملك الصالح وتقاطعه مع طريق الكورنيش اللي انتظمت عليه حركة المركبات وصولا إلى المعادي وحلوان. الكورنيش من المظلات إلى منطقة وسط البلد شهد كثافات مرورية متحركة، ونفس الأمر الاتجاه المعاكس. نروح معاكم للجيزة، وفي سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان وعلى كوبري 15 مايو المتجه إلى ميدان لبنان. لكن بالنسبة لشارع السودان أمام محطة مترو الجامعة فظهرت كثافات مرتفعة للقادم من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي. يعني معظم شوارع الجيزة فيها سيولة مرورية ما عدا بعض الشوارع المغلقة بسبب بعض أعمال التطوير. نروح معاكم لمحافظة الإسماعيلية، هنجد أن هناك طريق عثمان أحمد عثمان الرابط ما بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة سير السيارات. الطريق على الكورنيش بيشهد سيولة مرورية حتى مبنى المحافظة والجامعة، لكن الطرق المتجهة إلى الإسماعيلية فيها سيولة مرورية وخاصة الطريق الصحراوي من القاهرة. لكن طريق الإسماعيلية الزراعي القادم من الزقازيق في بعض الكثافات المرورية لكنها متحركة. نروح معاكم لسوهاج، وهنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج والطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. لو رحنا لطريق عبد المنعم رياض هنلاقي فيه سيولة مرورية، كمان في كثافات عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، كمان في كثافات مرورية غير مؤثرة وبتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. ومن جولتنا في شوارع مصر مختلفة للإطمئنان على الحالة المرورية، خلونا دلوقتي نستعرض معاكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد. في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. في كمان رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 29، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 35، وأقل درجة حرارة في كاترين 23 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.